سلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم. قبل أن نبدأ في هذا الفيديو أحب أن أبارك لكم قدوم عيد المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير. لدي اخترت كما العادة الانبوكسينج اليوم، والطرد طبعا مقفل ولدي الكويتر، ونطلع هذا الفاصل ونرجع نشوف ماذا هناك في الداخل. أهلا بكم من جديد إخواني. إذا لدينا الطرد. على فكرة هذا الطرد أرسلته إلي شركة من الصين، لا أذكر حتى اسمها، بعد ذلك سأضع لكم اللينك أسفل الفيديو. هذه الشركة لديهم مجموعة من البوكسات والمنتجات الإلكترونية يسوقونها، وحتى هذه البوكس إخواني لا أعلم حتى الموديل الخاص بها، مقفلة، سنفتحها ونكتشفها مع بعض إخواني. لا أعلم حتى ما هي هذه البوكس. بالنسبة للبوكسات أيضا عليهم اشتراكات إلى غير ذلك. المهم تم إرساله عن طريق البريد سنغافورة، والجمارك لم ندفع شيئا للجمارك. إذا إخواني تشاهدون بأن العلبة مقفلة. لكي لا نطيل الكلام نبدأ بفتحها مع بعض. تشاهدون بأن العلبة لم تفتح بعد. إذا نروح للإنبوكسين، نحاول فتح العلبة بطريقة سهلة كي لا نقوم بجرح إن كان هناك منتج. هكذا سنكتشف مع بعض ماذا هناك في الداخل. نشكر هذه الشركة بإرسالها لنا هذا أنبوكس. إذا ليست هناك أي ملفات داخل، يعني هناك بعض الملصقات، ليست هناك ملصقات. وهذه هي شاهدون، نكتشف ذلك مع بعض إخواني مع بعض. إذا هذا أصحاب، هناك من يحب عندما كنا صغار. إذا إخواني هذه هي البوكس أندرويد تي في بوكس، علبة باللون الأسود، لايف في او دي كودي يوتيوب كواد كور. اكتشفوا ذلك مع بعض إخواني، بعد ذلك سأضع لكم رابط هذه الشركة. وطبعا هذه البوكس إن شاء الله لديهم ملصق، شاهدون هذا مانوال اي بي تي في، مجموعة من المعلومات، وهذه هي البوكس. إذا نقوم بإخراج البوكس مع بعض. إذا تشاهدون هذه هي البوكس باللون الرمادي بلاستيك. أوكي، شيء آخر بالنسبة للمحتويات، ريموت كنترول آخر، محول. المهم محول أمريكي، وأرسله هذا. كيف سنقوم أرسل هذا النوع؟ إذا هناك خطأ في، لكن لا يهم لا يهم، موجودة القطع لتشغيل وكابل HDMI. إذا هذه هي محتويات هذه العلبة، ريموت كنترول كما قلنا ليست هناك معلومة، لكن سنتعرف على هذه البوكس إخواني، سنتعرف عليها إن شاء الله في الأيام القادمة، سأضعها في الاختبار. إذا نعيد مشاهدتها، بوكس صغيرة أظن هذا هو اسم الشركة. المهم سنتعرف عليها، أنا فتحت العلبة معكم إخواني معكم، ولا أعلم حتى هذا الموديل، أو سنضعها في المراجعة ونتعرف عليها. المهم نكمل حديثنا حول بعض الأمور كنت أريد أن أخاطبكم فيها، ونستغل هذه الانبوكسين لأقولها لكم إخواني. أولا يجب الاشتراك في القناة أرجوكم،
هناك بعض الإخوة من اشتركوا معنا في المسابقة لكي نضع مسابقة أخرى إخواني، لكي نضع بوكس أخرى للسحب. وعدتموني بأنكم ستوصلون القناة ل50 ألف، هناك بعض الإخوان قالوا لكن وصلنا 22 ألف وتبقى شهر تقريبا. إذن لكي نصل لهذا العدد أدعوكم للاشتراك بقوة في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم إن شاء الله. هذه البوكس ما رأيكم أن نضعه أيضا في المسابقة؟ عندما نقوم بالسحب على الأخرى سنضع هذه البوكس أيضا، من يريدها يمكننا وضعها في المسابقة ونضع عليها give away. مهم، على العموم استسمحكم على الإطالة، هو أخيرا أعود وأبارك لكم عيد المولد النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بألف خير، وأيضا لايك وسبسكرايب وتعليق إن شاء الله في هذا الفيديو. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة